لا، هو هي الأهداف المسطرة لهذا اللقاء هي أولا نخرجوا بتوصيات وخلاصات عملية. الخلاصات كما تبعنا الجميع جات من خلال المداخلات ومن خلال الملاحظات ومن خلال الانتقادات كذلك بناءة. إذن سنعمل إن شاء الله على تنزيلها. تم تكوين لجنة تتبع برئاسة كاتب عام للوزارة لكي نعمل على تنزيل كل هذه الاقتراحات على مستوى جميع جهات المملكة. الهدف ديالنا كذلك كان هو التفاعل، تفاعل مع كل الفاعلين وكل العاملين في القطاع باش نقيموا التصدير ديالنا، وكذلك باش نوصلوا لواحد تصور متكامل حول ان شاء الله يعني الامكانيات التصديريه على مستوى كل جهه. يعني كل جهه اليوم عندها الحمد لله امكانيات ديالها، غادي نحدوها وغادي نعرفوها ونعرفوا المشاكل ديالها باش في اخر المطاف ان شاء الله غادي نديروا واحد على شبه المناظره لاعطاء الحصيله واعطاء الامكانيات التصديريه، الامكانيات الانتاجيه، وكذلك تطرق لكل المعيقات وكل المشاكل التي تحول دون الوصول الى الهدف المبتغى. شكرا، تبارك الله عليكم.